اوكي بنمحوك لكل الاخوان في الارصاد الجويه. اول ما تبلش رشك احنا في الجرافات جاهزين، احنا بخير واحنا جاهزين لكل انواع الرشك. شباب العين كلها علينا، ابو الشنانير بدي تركز. اول ما تبلش رشك ثلج بالجرافه صدقني اذا ما ثلجت لشلع شعراتك شعر الشعر انا اتفق. من نهاية الأسبوع الماضي والمواطن الأردني عم بيستنى بالثلج، ولما تأخرت علينا شوي شفنا العديد من الصور الكوميدية على السوشيال ميديا اللي وصلت لنا حالة الانتظار اللي عم نعيشها كمواطنين. هشام بلشت ترشق في إربد؟ حلو سكرت راح تسكر. بعد طول انتظار عمان اخيرا لبست التوب الابيض من الصبح، واحنا عم نستنى لنشوف هذا المنظر، واخيرا شفنا وهلا احنا نازلين على الشارع لحتى نشوف الناس كيف عم يستمتعوا بهاي الاجواء. تعالوا نشوف. مرحبا، يعطيكم العافية. يعافيك يا هلا. انتوا سكان الأردن؟ لا احنا سياحة. سياحة، أول مرة بتشوفوا التل؟ ما أول مرة. مستمتعين بالأجواء؟ ما شاء الله 100%. هاي هاي هاي. مرحبا. هاي. مساء الخير، كيفك؟ شو الأخبار؟ بس عادي تساعديني دقيقة. يا الله شكرا. كيف؟ كيف كيف قولي لي شو إحساسك؟ كثير متحمسة. كثير مبسوطين. أول مرة بشوف. أول مرة. حماسكم كثير. ساكنين قريب من هون، بس شو الثلج هاي جد حلوة. مرحبا. هاي. تحية لرؤيا. شو الأخبار؟ الحمد لله. عملتوا رجل ثلج ولا لا؟ لسه الكمية ما. لا لسه ما سوينا. اوكي. شو كيف شو ناويين تعملوا بكره الصبح؟ كيف الاجواء؟ ناوي تطلع تلعب بالثلج طول اليوم؟ قاعد اكيد طول اليوم. صار في اي انزلاقات؟ صار في اي شيء؟ صار. نعم صار. ناس عرضت هيك او البكمات راحت معها بالطول وبالعرض، احنا على طول يعني تدخلنا وساعدناهم ضلينا ندز فيهم. نعم برافو عليكم، شكرا. شو شفت اشياء؟ ناس تزحلقت، ناس تزحلقت. عادي يعني، بس ما صار اي ضرر. نعم عم نشوف كمان عمال وطن عم بتساعد. نعم. يجزيهم الخير. الله يسلمك. اكيد لولا عمال الوطن. حكيت جمله جوهريه، ايش قلت؟ احكي لك اكيد لولا عمال الوطن ما كان قدرنا يعني نساعد الناس، احنا ايدنا على ايدهم وقدرنا نساعد الحمد لله. احنا شفناهم كمان، يعطيهم الف عافيه. كيفك؟ الحمد لله. ايش عبد الرحمن قديش عمرك؟ 11. عم تستنى الثلج عشان تتزحلق؟ اكيد. عندك وحده ثانيه نتزحلق ونتسابق؟ شوف مين بسبق. اوكي يلا بلش نروح هناك. يلا استنى.